السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم الفرقة التانية كلية التجارة جامعة المنصورة. معكم دكتورة هناء الجهري تخصص إحصاء تطبيقي. استكمالا للمنهج إن شاء الله التطبيقات الحاسب الآلي واللي درسته في الجزء الأول مع دكتور دنيا ودكتور حامد الإكسل. إن شاء الله إحنا هنكمل مع بعض في الجزء بتاع ازاي نطبق في مجال الاحصائي باستخدام برنامج اسمه SPSS. SPSS Statistical Package for Social Sciences. Statistical Package for Social Sciences وده معناه الباكج الاحصائية استخدامها في العلوم الاجتماعية. طيب الاس بي اس اس هو برنامج زي اي برنامج متاح، ممكن يكون بالنسبة لنا اسم البرنامج جديد. البرنامج موجود منه من اصدار 11 الى 26. بداية من الاصدار 20 الى 26 هما نفس الكلام الموجود جوه البرنامج، ولكن باختلاف حاجات بسيطة جدا. طيب هنتعلم ازاي نفتح البرنامج من البداية خالص لحد ان شاء الله ما نعرف نعمل تحليل احصائي ونقدر ان احنا نعمل التشارت بتاع الداتا، ازاي نقدر ان احنا نعمل اناليسز للداتا. الكلام ده كله هنتعلمه مع بعض واحدة واحدة. هبدأ طبعا بالتعرف على البرنامج. اول حاجة ان احنا ازاي نشغل البرنامج. البرامج لما بنيجي نعمل سيت اب بيبقى عندنا تو اوبشنز، يا اما ان احنا بنفتح من الشورت كات، لو انا اخترت اوريدي شورت كات على ديسكتوب فبنلاقيها موجوده، او ان انا بدخل من قائمه ستارت وبعد كده اختار الايكون بتاعه البرنامج. وهنا الايكون بتاع البرنامج اسمها اي بي ام اس بي اس اس statistics 22، ده الاصدار اللي احنا هنشتغل عليه. IBM SPSS statistics 22، لو ضغطت عليه ضغطة هيظهر عندنا شكل الشاشة اللي قدامنا. ده التعريف بالبرنامج، بيسألك بيقول لك هنا الريسنتلي فايلز، دي اخر فايلز انا كنت شغاله بيها بالاس بي اس اس، فبيقول لي هنا ده الريسنتلي فايلز موجوده عندك. هنا بيقول لي ده حاجه اسمها مونت كارلو سيميوليشن، دي حاجه خاصه بالاحصاء، ده واتس نيو، ده الجديد الموجود عندهم في الاس بي اس اس ان احنا نقدر نعمل له اناليسيس. طيب احنا بنقفل دي وهنبدأ نتكلم عن الشاشات الرئيسية الموجودة في البرنامج. الشاشة الرئيسية لما بتفتح البرنامج هي شاشة اسمها Data Editor. اسمها Data Editor. كلمة Data Editor معناها محرر البيانات. محرر البيانات يعني الشاشة اللي بتبقى موجود فيها البيانات. طيب أنا بقول الشاشات الخاصة بالبرنامج، طيب هل معنى كده إن في شاشات أخرى في البرنامج؟ او في شاشات تانية في البرنامج. الشاشة التانية الموجودة في البرنامج شاشة اسمها Output Viewer. Output Viewer. Output Viewer هي عبارة عن الشاشة الخاصة بعرض النتائج. يعني انا بدخل الداتا في شاشة وبيطلع عندي النتائج في شاشة اخرى. ودي طبعا ميزة موجودة في البرنامج عشان لما بتقفل الشاشة فيهم التانية بتفضل محتفظة موجودة لحد ما انت تحفظها بنفسك. طيب هل في شاشة تانية؟ في شاشة تانية اسمها Syntax Editor. Syntax Editor ودي اسمها محرر الاوامر. اسمها محرر الاوامر. محرر الاوامر ده بيبقى للناس البروفيشنال، يعني الناس اللي بتبقى عندها احترافية في كتابة الامر بتاع الاناليسز الخاص بيهم. هو عارف اوريدي وعايز يعمل ايه، بيبقى يكتب بيكتب هو الاوردر، بيكتب البرمجة نفسها، بيكتب الكودز نفسها بتاعت التحليل اللي هو عايزه. طيب يبقى انا عندي ثلاث شاشات رئيسية. دي الشاشة الاولى اللي احنا بنفتحها بنلاقيها ده الديفولت بتاعها موجود. الشاشة التانية لو انا عملت هنا نيو هنشوف بس شكل الشاشات موجود بتبقى شكلها عامل ازاي.
ده الشكل التاني اللي احنا سميناها الـ Output Viewer. الـ Output Viewer هي عبارة عن الشاشة اللي بتظهر فيها النتائج، وهنلاقيها إن شاء الله في المحاضرات اللي جاية لما نيجي نعمل تحليل إحصائي. هنلاقي عندنا هنا في الشاشة موجودة هنا فيها النتائج اللي احنا استنتجناها. طيب آخر حاجة عندي وهي الشاشة الثالثة اللي احنا بنسميها الـ Syntax Editor، وهي محرر الأوامر. وإحنا هنتعلم إزاي حتى ننقل الأمر الجاهز للـ Syntax Editor، بحيث الناس اللي عايزة تبقى بروفيشنال في البرنامج. طبعاً البرنامج الإحصائي أو الإحصاء بصفة عامة هي من الحاجات الأساسية الموجودة في أي بحث علمي، هي جزء الإحصاء، لأن ده الحاجة اللي بتثبت صحة كلامك من عدمه، بتثبت صحة البحث بتاعك من عدمه. طيب يبقى أنا كده عرفت أول ثلاث شاشات عندي، أو الشاشات الرئيسية الموجودة في البرنامج. زي ما احنا قلنا دلوقتي الـ Data Editor ده محرر البيانات، عندي الشاشة التانية Output Viewer وهي شاشة عرض النتائج، وآخر حاجة الـ Syntax Editor وده المحرر بتاع الأوامر. طيب اتنقل ما بين شاشة والتانية ازاي؟ عندي حالتين، يا اما بروح هنا عند التاسك بار، ادي التاسك بار اللي احنا بنسميه شريط المهام، وهقف هنا كده هنلاقي عندنا التلات شاشات. لو ضغطت هنا ادي الاوتبوت، لو جيت وقفت هنا ادي السينتاكس، لو هنا ادي الاوتبوت فيور. دي طريقة. طيب الطريقة التانية ان انا هعمل مينيمايزيشن ليهم كلهم وهفتح شاشة واحدة بس، وليكن مثلا ادى الاوتبوت فيور، وعايزة اروح للداتا اديتور، هروح عند ويندو الموجود في شريط القوائم، وهقول له هنا عملت كليك يمين، وبعد كده عندي هنا بيسألني هل انت عاوز بقى انهي شاشة فيهم، سينتاكس ولا الداتا اديتور. الشاشة اللي انا واقفة عليها هتلاقوا معمول عليها تشيك، عمل عليها تشيك هنا كده، معناها ان انت موجود دلوقتي في الاوتبوت فيور. لو انا عملت كليك هنا هينقلني على الداتا اديتور. لو انا عايزه اروح للساينتكس هاجي هنزل هنا رقم 3 واروح للساينتكس اديتور. يبقى اول حاجه اتعلمناها مع بعض هو اختصار الاس بي اس اس، ده معناه ايه، او البرنامج معناه ايه، statistical package for social sciences. statistical package for social sciences. الحاجة التانية اللي احنا عرفناها هي الشاشات الموجودة في البرنامج، وعندي ثلاث شاشات. الشاشة الاولى هي data editor، syntax editor، وعندي output viewer. طيب الثلاث شاشات دول هبدأ اتعامل مع واحدة واحدة، ونعرف كل واحدة خصائصها ايه، وبنستفاد منها في ايه، وازاي بنتعامل معاها. اول شاشة عندنا هي شاشة الـ Data Editor، ودي اهم شاشة موجودة واللي بنبني عليها باقي الحاجات كلها، لان ده الشاشة الرئيسية، دي اللي احنا بندخل عليها البيانات الخاصة بيك. طيب احنا درسنا في الاحصاء او في مبادئ الاحصاء اللي احنا اخدناها بعض الحاجات الاساسية اللي لازم نكون عارفينها كويس، زي كلمة بيانات يعني ايه بيانات، زي كلمة variables يعني ايه كلمة variables، يعني ايه كلمة متغيرات، زي انواع المتغيرات لازم نبقى عارفين ايه هما الـ types of variables. هقولهم باختصار شديد جدا الـ types of variables. الـ types of variables انا عندي نوعين، نوع كمي ونوع وصفي، بنسميه quantitative و qualitative. معلش انا هقول expressions بالانجلش، لان البرنامج زي ما انتم شايفين ما فيش منه اصدار عربي، هو البرنامج بيبقى اصدار مكتوب كله بالانجلش، فهتلاقوا فيه بعض الاكسبريشنز الصغيره كده، حاجات بسيطه نتعلمها عشان نقدر نتعامل مع البرنامج. يبقى كلمه variable يعني متغير. الكلمه الثانيه اللي احنا لازم نعرفها كلمه quantitative وكلمه qualitative. quantitative هو المتغير الكمي، quantitative جاي من كلمه quantity. طيب qualitative او بنسميه categorical. كلمة categorical هي عبارة عن متغير فئوي، او بنسميه المتغير الوصفي. طيب الcategorical ده بنقسمه لكذا نوع،
والمتغير الكوانتيتيف بنقسمه لكذا نوع. كلمة كوانتيتيف وهو المتغير الكمي بيبقى مقسوم لحاجتين، ايه هما؟ يا اما continuous or discrete. discrete continuous يعني متغير متقطع، discrete وcontinuous هو المتغير المستمر. الفرق ما بين الاثنين ان discrete بيبقى عبارة عن متغيرات ما فيش فيها fractions، يعني لما بقول عدد المنازل الموجودة في المنطقة اللي أنا عايشة فيها مش هقول 5 منازل ونص، هما 5 6 7 عدد السيارات الموجودة، مش هقول 5 عربيات وحتة، مش هقول كده. أنا هقول إيه؟ هقول عندي 7 عربيات 8 9، يبقى ده اسمه discrete variable. طيب لما أجي أتكلم عن continuous variable، لا، continuous variable هو متغير بيبقى فيه جزء من fractions، يعني لما بقول الطول عبارة واحد طوله 165.5 والتاني طوله 178.3 وهكذا، يبقى في عندي حتة هنا فراكشنز صغيرة أو كسر صغير موجود. طول ما أنا عندي الكسر ده بسميه متغير مستمر. ده بالنسبة للكوانتيتيف داتا. هتكلم على الكواليتيتيف أو اللي احنا بنسميه الكاتيجوريكال، ده عبارة عن متغير وصفي، يعني لما بقول النوع، النوع متغير وصفي زي ما بقول ولد وبنت، ولد وبنت يبقى ده male or female، male or female يبقى ده يا إما ولد يا إما بنت. ما بيفرقش هنا إيه؟ ما بيفرقش الترتيب، عشان كده بسميه متغير اسمي، هو مجرد اسم. زي ما بقول مثلا الألوان، الألوان بتاعتي أحمر أزرق أخضر، دي اسمها متغير اسمي. طيب هل في نوع اخر من المتغيرات الكواليتاتيف او الكاتيجوريكال؟ في زي الاوردينال، احنا بنسميها اوردينال. يبقى نركز قوي على الاكسبريشن بتاع نومينال واوردينال. نومينال اوردينال، نومينال يعني متغير اسمي، اوردينال هو متغير ترتيبي. ترتيبي يعني لازم الترتيب ليه دور في المتغير. يعني ايه؟ يعني لما بقول مثلا الاديوكيشن ليفل اللي هو مستوى التعليم، هل واحد امي زي تعليم متوسط، زي تعليم عالي، زي تعليم ما بعد الجامعي، زي وهكذا؟ لا، في هنا ترتيب. الطالب اللي جايب ضعيف نفس الطالب اللي جايب مقبول زي الجيد جيد جدا ممتاز؟ لا، يبقى في هنا عملية ترتيب، رتبت المتغير من الصغير للكبير او من الكبير للصغير ايا كان، يبقى ده اسمه متغير ترتيبي، لان الترتيب بيفرق في المتغير. طيب يبقى انا كده عرفت في حاجه اسمها نومينال، في حاجه اسمها اوردينال. طبعا في بعد كده المتغير، يعني بعد الاوردينال في الريشيو، ده الاقوى الانواع، وفي الانترفال، وفي كذا نوع من انواع المتغيرات الكواليتاتيف، ولكن انا هنا بس بركز على النومينال والاوردينال، وده علشان ده اللي احنا هنستخدمهم في البرنامج. طيب الشاشه الرئيسيه في البرنامج، يبقى احنا كده عملنا ريفيو، يعني ريفيجن سريعه كده على الاكسبريشنز الموجوده في الاحصاء واللي هنهتم بيها في البرنامج. سوري. طيب اما اجي اتكلم عن الشاشه الرئيسيه وهي الداتا اديتور، اول حاجه عندي في الداتا اديتور فوق خالص كده الشريط ده اسمه شريط العنوان. اسمه ايه؟ شريط العنوان، وهو التايتل بار. تايتل بار هنلاقي مكتوب هنا untitled، لان انا ما سميتش لسه الملف، ما عملتش اي داتا او عملت اناليسز او عملت اي حاجه عشان اقدر ان انا اسمي بيها الملف. انا ما سميتش الملف لسه، بتكلم اسمه untitled لانه لسه ما اتسماش. عايز اسمي حاجه تانية زي اي حاجه، انت بتعمل سيف في الوورد او بتعمل سيف في الاكسل، بيبقى عندك خيار ان انت بتسيف اسم، بتعمل سيف للفايل بتاعك. هنا نفس الكلام، انت ما بتسيفه بيبقى عندك هنا اسم البرنامج او سوري اسم الملف. طيب القائمه الثانيه الموجوده هنا دي او الشريط الثاني اسمه شريط القوائم. شريط القوائم، فايل، اديت، فيو، داتا، ترانسفورم، انالايز، دايركت ماركتنج، عندي هنا جرافز، عندي هنا يوتيلايز، عندي هنا الاد اونز، عندي هنا الويندو، عندي الهلب. اللي عاوز يتعلم اس بي اس اس كويس جدا يروح للهلب بتاعه. الهلب بتاعه مور ذان بروفيشنال، يعني بيمشي معاك خطوه بخطوه في اي اناليسيس انت عايزه.
طيب احنا لسه عشان مبتدئين في البرنامج فبناخد البرنامج واحدة واحدة. يبقى احنا اتعلمنا ده اسمه شريط عنوان، ده اسمه شريط قوائم، اخر حاجة عندي ده اسمه شريط الادوات او اللي احنا بنسميه تول بار، اسمه تول بار. يبقى انا عندي ده اسمه تول بار، تايتل بار، وعندي المينيو بار. طيب لما نيجي نبص على الشاشة هنلاقي حاجة غريبة، هنلاقي تحت هنا كده في خيارين، الخيار الاول اسمه داتا فيو والخيار الثاني اسمه فاريبل فيو. هل في فرق ما بين الاثنين؟ اكيد في فرق ما بين الاثنين. طب السؤال الثاني، انا ببدا بمين فيهم؟ هبدا بالداتا ولا هبدا بالفاريبل؟ هندي مثال بسيط. المثال بيقول ان انا عايزه اعرف العلاقه ما بين دخل الاسر الموجوده في الفرقه الثانيه كليه التجاره مع حجم الانفاق الموجود في هذه الاسره. ده عنوان الدراسة بتاعتي. المفروض ان انت لما بتيجي تعمل اناليسس بيبقى عندك مشكلة بحث، يعني في مشكلة دراسة موجودة انت عايز تعمل لها تحليل احصائي تثبت صحة كلامك من عدمه او صحة الفرض بتاعك من عدمه. الفرض اللي انتوا اخدتوه في الاحصاء فرض عدمي وفرض بديل، ده بنشتغله بقى ازاي يعني بشكل تطبيقي. الشكل التطبيقي بيقول ان انا عندي تو هايبوثيسز او عندي فرضين، الفرض الاول فرض عدمي نل هايبوثيسز اللي انا بقول ان مفيش علاقه ما بين الدخل وما بين الانفاق، الفرض الثاني بيقول ان لا في علاقه ما بين الاثنين. انا كباحث عايز اعمل دراسه، الدراسه دي بيبقى فيها مجموعه من المتغيرات، بيبقى فيها مجموعه من المتغيرات، واحنا فهمنا يعني خلاص كلمه متغير. طيب انا هبدا بمين فيهم؟ هبدا بالداتا يعني هدخل البيانات على طول ولا اعرف المتغير الاول؟ منطقيا ان انا لازم اعرف المتغير الاول، ما هو تعريف المتغير معناه ان انا بقول المتغير ده عندي اسمه كذا، هيبقى نوعه كذا، انا عملت له كود ولا لا، الكلام ده كله احنا هندرسه مع بعض واحده واحده. طيب يبقى اول حاجه هتكلم عنها في شاشه الداتا اديتور هي فاريبل فيو، هي variable view. طيب variable view هي الشاشة الخاصة بإدخال المتغيرات، بإدخال المتغيرات. لو جينا نشوف هنا في صفوف وفي أعمدة، عدد المتغيرات اللي أنا هدخلها هكتبها هنا 5 متغيرات 6 متغيرات 7 على حسب متغيرات الدراسة الموجودة عندك. عندي هنا في الأعمدة هيبقى موجود عندي name type with decimal، عندي هنا label، عندي هنا values، عندي هنا missing، عندي هنا columns، عندي هنا align، عندي هنا measure. ده كله لازم اكون فاهمه معناه ايه وانا بكتبه ازاي او بحطه ازاي. تعالوا نشوف هنا واحده واحده كده، هناخد step by step ازاي نقدر نكتب المتغيرات وبعد كده ازاي نقدر ندخل الداتا. انا افترضت ان انا هعمل الدراسه دي على الفرقه الثانيه في كليه التجاره. الفرقة الثانية ده حجم المجتمع بالنسبة لي. طيب العينة بالنسبة لي هو ان انا هسحب او هاخد جزء من المجتمع بتاعي وبعد كده هعمل الدراسة دي عليه. سحبت عينة مكونة من سي مثلا 50 طالب، ال50 طالب دول هما حجم العينة، فبالتالي في متغيرات انا عايزة اطبقها او عايزه اشوفها متاحه ولا لا. وليكن مثلا انا خلاص اتفقنا ان الدراسه بتاعتنا عباره عن العلاقه او العلاقه ما بين الدخل الاسر مع حجم النفقات بتاعتهم. في متغيرات تانية هتتدخل زي مثلا النوع، العائل بتاع الاسره هل هو ميل او فيميل، ذكر او انثى. المتغير التاني السن بتاع الاسره. المتغير التالت وليكن مثلا الادوكيشن ليفل بتاعه. في بعض المتغيرات الاخرى هنبدا ان احنا ندخل. طبعا الانكم ده مستوى الدخل، وفي الاخر الانفاق هنشوف الانفاق مع الدخل قد ايه ونحدد الارقام ونبدا ندخل الداتا. طيب المتغيرات بقى اللي انا بكتبها، بكتبها ازاي؟ اول حاجه عندي هنا هنشوفها نيم. نيم هو اسم المتغير، ولكن اسم المتغير عملوا فيه رولز، عملوا فيه قواعد معينه لازم نلتزم بيها، زي ان انا ما ينفعش اعمل مسافة ما بين الكلمات.
فبالتالي احنا بنعمل هنا اختصار لاسم الفاريبل، اختصار لاسم الفاريبل. طيب امال بكتب بقى باستفاضه فين؟ بنكتب باستفاضه في ليبل. يبقى كلمه ليبل ان احنا بنكتب اسم المتغير ولكن باستفاضه شويه، وهقول لكم ده فايدته ايه. طيب كلمه تايب، تايب هو نوع البيانات، نوع الفاريبل اللي انا هدخله، هدخله باي شكل من البيانات، يعني هدخله بشكل رقمي ولا بشكل مكتوب ولا باي شكل. طيب الويدث، الويدث هنا هو عباره عن عدد الخانات. الديسيمال هو العلامه العشريه. الليبل زي ما انا قلت هو التعبير عن اسم المتغير ولكن بشكل متوسع شويه. عندي هنا الفاليوز وهي عباره عن المسؤوله عن الكودينج، عمليه التكويد. الميسنج هي خاصه بعمليه الميسنج داتا او فقد البيانات، وازاي بنقدر نعمل كود لفقد البيانات. عندي الكولمز وهي عباره عن تحديد اتساع العمود. الالاين، الالاين هي عباره عن محاذاه البيانات. محاذاه البيانات معناها ان انا لما بكتب هنا الرقم في الداتا فيو هيبقى عندي الرقم موجود في المنتصف ولا على اليمين ولا على اليسار. طيب اخر حاجه عندي ميجر، ودي مهمه جدا بالنسبه لي، لان ده زي ما انا قلت اللي فاهم نوع المتغير كويس هيقدر يحدد الميجر كويس. طيب تعالوا نشوف كده. لو انا اتكلمت عن النيم وقلت انا هاخد اول متغير هو ايج، العمر، اول ما انا نزلت على المتغير الثاني بدا ان هو، اول ما نزلت على المتغير الثاني بدا يظهر عندي المتغير الثاني، ظهر عندي حاجات ديفولت. الحاجات الديفولت دي هي موجوده في البرنامج، يعني اوتوماتيك اكتب اي متغير ثاني وليكن هناخد مثلا النوع، بيظهر على طول نفس الديفولت بتاعه. مين اللي بيغيره؟ الباحث هو اللي بيغيره، الطالب المسؤول عن الملف ده هو اللي بيغيره. طب بيغيره ازاي؟ احنا قلنا في حاجات ديفولت، عندي هنا التايب ده نيوميريك، لو انا عايز اغيره حاجه ثانيه هضغط هنا، هنلاقي هنا في نيوميريك كوما دوت ساينتفك ديت، ايا كان بقى نوع المتغير ولكن احنا بنشتغل على نيوميريك اللي هو الرقمي. المتغير هنا رقمي يعني هيدخل في شكل ارقام، واقول له اوكي. الويدث هنسيبه 8. الديسيمال، فكره الديسيمال يعني مثلا الايج، لو انا عايزه اسيبه رقم صحيح من غير اي تقريب، يعني مثلا مش لو انا بدرس مثلا على الكبار هقول مثلا 40 سنه و6 شهور، انا هلغي الست شهور واقربها ل 41، يبقى خلاص مش محتاجه الديسيمالز. طب لو انا هشتغل 41 وشهرين وهسيب الشهرين دول، يبقى انا محتاجه علامات عشريه بعد الرقم، فهختار واحد او اثنين او ثلاثة على حسب العلامات العشرية اللي انت محتاجة. انا هختار صفر لانه مش محتاجة علامات عشرية في الايدج، او مش محتاجة ان انا اقرب. الليبل هنا مش محتاجة اكتب حاجة في الليبل لان ايدج معروفة انها النوع. طيب الفاليوز، هل هنا محتاجة ان انا اعمل كودينج؟ والله على حسب الدراسة، يعني لو انت عايز العمر في شكل ارقام متتالية، واحد سنه 22، واحد سنه 25، 26 وهكذا، مش محتاج تعمل كود. امتى بعمل كود في الايدج؟ لو انا هاخدهم في شكل كاتيجوريز. يعني ايه في شكل كاتيجوريز؟ يعني هقول الكاتيجوري الاولى، الفئه الاولى اللي انا شغاله عليها من سن، من سن 25 ل 30، دي الفئه الاولى، واللي بعدها من 31 ل 36، الفئه اللي بعدها وهكذا. يبقى انا عملت فئات، فئات اللي انتوا اخدتوها في برضو في الاحصاء اللي هو الفريكوينسي ديستريبيوشن تيبل، فريكوينسي ديستريبيوشن تيبل اللي هو جدول، جدول توزيع التكرارات. هي نفس الفكره بالظبط، ان انت لما بيكون عندك فئات، في فئات وفي تكرارات، الفئات هنا مين اللي بيحددها؟ انا اللي بحددها، الباحث هو اللي بيحددها، الطالب هو اللي بيحددها. طيب لو انا عايزاها في شكل رقمي ارقام هسيبها زي ما هي من غير تكويد. الميسنج لو انا عايزه اعمل تكويد للميسنج داتا او القيم المفقوده الموجوده في البيانات. عندي الكولم هو اتساع العمود، يعني اخليه 8 او ازود او اقلل على حسب ما انا محتاجاه، بخليه 8 ديفولت. عندي الالاين زي ما احنا قلنا. نيجي للميجر، الميجر هنا هنلاقي فيه 3 حاجات، ده اللي انا قلت احنا هنركز عليهم: سكيل، اوردينال، نومينال. سكيل، اوردينال، نومينال. الفرق ما بين الثلاثه ايه؟ سكيل انا هنا بالنسبه لي الايدج سكيل. ليه؟ لان مش محتاجه الترتيب في حاجه الا لو انا عملت فئات او
نومينال هو هنا متغير مش اسمي، فانا بحدده على انه سكيل. اللي مش فاهم كويس احصاء مش هيقدر يحدد نوع المتغير، يبقى لازم نكون فاهمين كويس قوي نوع المتغيرات معناها ايه اصلا عشان اقدر احدد هنا الميجر نوعه ايه. طب النوع هنمشي بقى واحده واحده كده في الخانات اللي احنا ماشيين فيها. ادا نيوميرك هسيبها نيوميرك، عندي الديسيمال انا هكتب هسيبها زيرو، انا مش محتاجه هنا الديسيمالز في حاجه. الليبل برضو مش محتاجه ان انا اكتب ليبل حاجه. هاجي هنا في الفالوز، الفالوز هي الخاصه بعمليه التكويد كودينج، بعمل كودينج للنوع. يعني ايه كودينج للنوع؟ يعني بدخل هنا بضغط هنا كليك تاني اهي هي فاضيه، بقف هنا كده مجرد انك تعمل بس كليك على الخانه دي هتلاقي ظهر عندك هنا مربع ازرق، اضغط عليه هتكتب هنا الفاليو اللي انت هتدخلها في الداتا. يعني هقول انا لو قلت لك بفهم البرنامج، انا لو قلت لك القيمه واحد من فضلك افهم ان ده معناها ميل، يعني الحاله الموجوده معايا في البيانات دي كانت ولد، واقول له ايد. رقم اتنين هقول له من فضلك افهم ان الحالة دي معناها فيميل، واقول له اد، واقول له اوكي. هو كده فهم ان واحد معناها ميل واتنين معناها فيميل. طب نكمل الباقي وبعد كده نروح للداتا فيو. هنكمل هنا الالاين هسيبها رايت، عندي هنا الميجر، الميجر هنا نختار ايه، سكيل اور اوردينال اور نومينال. هل هنا الترتيب فرق معايا؟ يعني لما عملت ميل وفي ميل هتفرق لما اعمل في ميل او ميل؟ لا مش هتفرق، فبالتالي بيبقى متغير نومينال، متغير اسمي. طيب تعالوا نبص كده على الداتا فيو، هنلاحظ فوق هنا حاجه اتشالت كلمه var variable، اتحط مكانها age واتحط مكانها sex. طيب الage حسب زي ما احنا قلنا الدراسة، انا كده اخترت ان انا هدخل الاعمار على طول 23 22، الارقام دي انا جبتها من ارقام افتراضية، ارقام افتراضية يعني انا مفترضة ان الداتا موجودة عندي دلوقتي، الخمسين حالة الموجودين عندي انا بدخلهم اعمارهم، بدخلهم اعمارهم 23 22، عندي شخص تاني 55 هو عائل الاسرة، عندي شخص تاني 30 سنة، عندي 35 سنة، لحد ما اوصل لكام؟ من واحد هنا دي الكيس الاولى او الحاله الاولى او الشخص الاول الشخص الثاني وهكذا لحد ما اوصل في الصفوف هنا لحد رقم 50، لان هو ده عندي الايه الشخص هنا لحد رقم 50. طبعا لما ده كده البيانات هينزل لحد رقم 50. عندي هنا النوع، لو كان واحد هقول له 1 2 2 1 1 1، هو كده فاهم انا بكتب ايه ولا بكتب ارقام وخلاص؟ طبعا البرنامج هنا خلاص هو فاهم ان انا اقصد 1 يعني ولد و2 يعني بنت، ميل وفي ميل. طيب هندخل كمان متغير واحد بس عشان نعرف الفرق ما بين الميجرز بتاعت المتغير. لو انا كتبت هنا كلمه ايديو اسكت، طبعا ما ينفعش ابدا هنا برقم، ما ينفعش، النيم ما بيقبلش هنا ارقام. ايديو هفترض ان انا بعمل الدراسه دي وخلصتها وطلعت التحليل بتاعها واثبتت النتائج وخلاص، جه بعد كده واحد زميلي او واحده زميلتي وقالت لي انا عايزه نفس الداتا بتاعتك هشتغل عليها ولكن هعمل مشكله دراسه مختلفه. لما ادلها لو اديت لها الفايل بالشكل ده، هي فاهمه ايديو يعني ايه والسكس يعني ايه، وجت عند ايديو مش فاهمه يعني ايه، مين المفروض يعرفها؟ مش كل شويه بقى تفضل تتكلم ايوه لو سمحت المتغير ده معناه ايه؟ لا مش صح الكلام ده. الاس بي اس اس اداك اوبشن هنا اسمه ليبل، عشان ايه؟ عشان تكتب له معناه ايه. فانا قصدي بكلمه ايديو قصدي بيه education، واخد سبيس براحتي ليفل، اخدت السبيس زي ما انا عاوزه لان مفيش هنا عليه قيود، انا حره اكتب زي ما انا عاوز education level، اخد مسافه مسافتين، احط ارقام، احط كومه، احط اللي انا عاوزاه في الليبل زي ما انا عاوز. يبقى اذا لما الزميل او الزميله اخدوا مني الفايل بقى الايديو بالنسبه لهم معروف انا قصدي ايه بيه، قصدي بيه education level. طيب لما اجي اعمل كودنج للeducation level هبدا باول حاجه هنا في values، هقول مثلا رقم واحد
هسميه بوست جراديويت ايديوكيشن. بوست جراديويت ايديوكيشن وهو التعليم فوق الجامعي، هسميه مثلا هنا بوست، ادي بوست جراديويت ايديوكيشن رقم 2. هقول له ان انا عندي هنا هاي ايديوكيشن، واقول له اد. رقم 3 هقول له انترميديت ايديوكيشن، يعني تعليم المتوسط. واقول له اد. اوكي طيب، هو كده فهم ان معناه ان انا لما ادخل له رقم 1 يعني الشخص ده بوست جراديويت، او ان انا ادخل رقم 2 ده هاي جراديويت، او رقم 3 انترميديت ايديوكيشن يعني تعليم متوسط في الداتا. يبقى هنا في الايديوكيشن هنلاقي هنا عامل اختصار طبعا لاسم الفاريبل ايديو زي ما انا كاتبه، وقلت هنا الحاله الاولى 1 2 3 2 1 1. يبقى انا كده خلاص فاهمه ان ده بوست، ده هاي، وده انترميديت، وهكذا. طب لاحظنا هنا ان في صفرين ومفيش هنا صفار، ده ليه؟ ده جاي من ان انا لو دخلت على الفاريبل فيو هنلاقي الديسيمالز هنا 2، انما كانت موجوده هنا 0، فممكن اقللها للصفر. الحاجه المهمه اللي انا لازم احددها هي الميجر، هل الاديوكيشن ليفل اختار له ايه؟ سكيل اور اوردينال اور نومينال؟ هنا عشان الترتيب مهم فانا هختار الاوردينال. يبقى هنا عملنا ادخال لثلاث انواع من المتغيرات، وعرفنا يعني ايه متغيرات، يعني ايه الميجرز اللي انا اقدر اقيس بيها، سكيل اور نومينال اور اوردينال. يبقى يعني نختصر المحاضره كده سريعا، احنا اتعلمنا النهارده ازاي نفتح برنامج الاس بي اس اس، اتعلمنا ان احنا عندنا ثلاث شاشات في الاس بي اس اس. بدانا باول شاشه وهي الداتا اديتور او محرر البيانات، عندنا اتعلمنا برضو يعني ايه شريط العنوان بنعمل فيه ايه، شريط القوائم موجود فيها ايه، شريط الادوات، وعرفنا ان احنا عندنا الداتا فيو والفاريبل فيو. اتعلمنا النهارده ازاي نقدر نعمل ندخل اسماء المتغيرات وازاي نعمل لها كودينج. ان شاء الله كان نفسي اقول لكم اشوفكم المحاضره الجايه، لكن ان شاء الله ربنا كريم باذن الله، ونحاول نتقابل ان شاء الله في محاضرات جايه لو ربنا اراد. اذا استمر الوضع كده بالاونلاين ان شاء الله برضو نتقابل المحاضره الجايه في محاضره ليكتشر اونلاين يعني. وبالتوفيق لكم ان شاء الله. شكرا.